فير بلاي. مكملين نحكي هوندا في حصتنا اليوم في اخر 4 ساعة اكيد موضوع اثار جدل نتاع انتدابات النادي الافريقي في الموسم هذا. ايمن حماد كان قريب برشا من نادي باب جديد قبل، يبدو انه عدل على الديسيزيون نتاعه وعاد للترجي التونسي. معنا وكيل اعمال اللاعب سيد خالد كركر، ناخذ من عنده اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. خالد اهلا بك. اهلا بك، مرحبا بك سلام، مرحبا كيف متابعين اكسبرس اف ام. مرحبا يا خالد. دونك اعطينا اكثر تفاصيل، دونك تاكد عوده ايمن حماد للترجي. والله شوف، ايمن حماد هو ابن الترجي في الواقع، وتعرف مازال يربطه معناها عقد مع الترجي، لكن بحكم معناها ثم ظرف خاص نتاع جائحه كورونا تعذر عليه، معناها كانت عنده شويه اوجاع اصابه صغيره، قعد يعمل في اوبراسيون وحده في الصاله، وجاء عنده شويه حل مشروع معناها في حي النصر، وهذاك علاش معناها توخرت شويه الرجوع نتاعه، وقعد بين يرجع بين يداوي بين كذا مع شويه ضغط مهني، وقعدش وخر معناها رجوع للترجي. في الاثناء هذا معناها فما الطرف معناها الطرف من النادي الافريقي شي حتى صار به، لكنني ما كلمنيش، يعني كلمه هو طول وقال تحب تجي ترغب تلعب معنا وكذا. قال له اللاعب انا راني عندي كلمتي ومازلت عندي كلمتي مازال عامل ما فيهاش مع الترجي، مازلنا معناها متقيدين معناها بعقد معناها مع الترجي. كي شاورني ايمن قال لي الافريقي راه متصلوا بيا وشنو رايك؟ قلت له انت كمل عامك هذايا وزيد احكي انت مع فريقك اللي تتعاقد مع الترجي، عرض عليهم الموضوع، وكان تحبي تمشي يا خويا مرحبا، كان تحبي تقعد زاد مع الترجي الباب مفتوح. خمم اللاعب بعد رجع لي قال لي راهو لا خويا مش ماشي النادي الافريقي، معناها عطيت كلمتي لسي حمدي وعطيت كلمتي معناها لسي قيس والمدرب زاد معناها كذا، نحس باش نعاود نكمل مع الترجي. اوكي قلت له مالك، هو لا يا اثناء ذاك جاي معناها ركع المشروع نتاعو المقهى ديال حي النصر وربي يوفقه، ومش رجع يترن على روحه، ونهار بارتير من نهار الاثنين، وقعدنا نهار جمعة جاهز اليوم معناها الاثنين هذا اليوم معناها اليوم اليوم معناها بالمناسبة نحب نعزي سي نجيب بن خير في وفيت سهره الله يرحمه من التمرين الله يرحمه، وان شاء الله معناها ان شاء الله معناها ايمن مفيد معناها اتفقنا اتفاق نهائي مع سي حمدي مش يرجع على روحه كهو. واضح هذا هو معناه. العرض النادي الافريقي ما كانش في المستوى ولا كيفاش؟ ما فهمتكش. لا 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 ما تفهمتوش ماليا معناها شنو؟ لا ما حكيناش فلوس راه. ايمن حماد الفريق الملاعب الوحيد اللي ما يحكيش فلوس. ايمن حماد اللي عندي قداش من عام معاه عمر يمد له كونترا يصحح، يمد له كونترا يصحح، او نتحدى اي واحد قال لك نهار ايمن نقول كونترا. ما عندوش ايمن يحب يلعب معناها في سيتياسيون باهيه ويكون معناها وضعه باهي وكهو، ما عندوش مشاكل في الترجي، كل يحبوه ولاد الكل يحبوه مازال يعطي الكره، فهمتني؟ لا ربي يوفقه هذا هو. حتى حمدي تحكى معاه قال له وينك شبيك ما جيت؟ قال له لا انا حاضر وكذا، وقتاش؟ قال له نهار اثنين ارجع نهار اثنين كهو سيد. ما يحضرش مقابله الكاس، لكن الفريق اتصلوا به الحق نتاع ربي معناها مرت زوز اطراف معناها فاعله وحبوا معناها يحكيوا حتى فلوس، قال لهم ما نحكيش فلوس، قال لهم كان نشاور عائلتي نشاور دارنا نزيد نشوف راح نخمم، وفي الاخر كرجع لي خزار الديسيزيون قال باش نوصل الترجي. ما عنديش مشكله. ما يحضرش مقابله الكاس؟ لا شو نقول لك، صعيبه امور فنيه امور مدرب يعني اللي عليا اي فيزيكمون معناها انت عندك علاقه باللاعب فيزيكمون صعيب يحضر. شوف بالنسبه لايمن تبارك الله عليه قعد مره عامين حب يقعد ما يغادش، قعد عام وشفته ايمن يعمل بريباراسيون 3-4 ايام ينجم يكور لك راه ايمن. فهمت. ما عندوش فخار بكري عرفت قبل السلام. اعطينا شو فما اخبار في الميركاتو خالد؟ والله شوف الاخبار الميركاتو شو نقول لك، نصدق على فرص وجودك معنا. شوف انا نخدم حاجه باهيه ونخدم حاجه معناها كي لي فالور باهيه اللي قويين، توا ما فماش معناها برا ما فماش معناها فماش عندي، ونقول لك فما جوار من روسيا مشى لقطر، فما جوار من المغرب مشى لقطر، معناها مش يهموناش حاجه تذن. اما في تونس توا ما فماش. واضح. اللي الواضحين هو اكبر صفقه اللي سمعت تبارك الله اسكندر زايد حق نتاع ربي، وتحول اسامه الجزيري وانتداب يوسف معرف، هذول الصفقات الكبيره. صحيح حكينا عليهم ديجا. يعطيك الصحه خالد. دونك ظني فما حاجه اخرى، انت رئيس ظني انت تم انتخابك في كركره. صحيح. مبارك كولك خويا. نهار السبت الانتخابات. بارك فيك عايشك اخويا، وان شاء الله معناها احنا عاقدين العزم. مازالت الانتخابات؟ لا لا كملنا ترشح ثاني بكل بالاجماع كل صوت في صالحي شعبيه كبيره ما لغات.
لا الامور طيبه. اي ان احكي شاء لنا، الله في احكي لنا اسلام، شويه ان شنو شاء الله تكونوا اهدافكم. بحذانا عاد، ان شاء الله تدعوكم تجيو بحذانا بيان سور بعد ان شاء الله في كل الوقت. وقت. احكي لنا صح شويه احنا اهدافكم، محظوظين. مثالش كلمه في كلمه خالد. ما سمعتكش اسلام، قلت لي قلت لك مثالش في كلمه، احكي لنا شويه على برنامجك اهدافكم في الجمعيه متاعكم. برنامج واضحين، احنا كجمعيه صغيره ننتمي للقسم الرابع، ان شاء الله مش نعطيهم كل الدعم معناها مادي ومالي، معناها باش نحاول نصل على القسم الثالث بالتدرج شويه ان شاء الله. واحنا محظوظين قلت لخويا اسلام، عندنا ملعب كبير، ملعب اولمبي، احسن ملعب في الجهه، تسمى على كيف الولايات المهديه، وبعد ما بعد ملعب النجم الساحلي يجي ملعب كركف اولمبيك، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يسهل اخويا، مش نخدم ونحاولوا معناها نسعوا باش نسعدوا لحباه، ومعناها نحطوها في مكان مرموق، هذا هو الخدمه نتاعنا مش نخدم عليه، خاصه التركيز على الجهه، واضح. فهمتني؟ يعطيك الحمد الصحة، لله اخويا اسلام. يعطيك الصحة خالد، وبالتوفيق ان شاء الله. عايشك اخويا، ان شاء الله تجيب احذانا، ان شاء الله تجيب احذانا كي نفتح الملعب الجديد. في كل وقت اخويا، يعطيك الصحة عايشك، وبالتوفيق ليك. خالد عايشك اخويا. الايمن حماد تحكي في عودته ربي يفضلك. للترجي الرياضي التونسي. مازلنا مواصلين في فاير بلاي، باش يكون معنا بعد شوية ان شاء الله لاعب سي بي محمد الحبيبي، لكن كان اعطانا موعد باش يكون معنا بعد شوية ان شاء الله، يكون موجود معنا. موزيكا بعد مواصلين في اخر جزء.